دخلت المدينة هي هذه. هلو تجبان واعر الدخلة ديالها، تجبان في شكال وخالفة على كاع المدن الاخرين اللي شفت من قبل. فهنايا عندهم مترو، سوبر مارشي مترو، وكان عندنا في المغرب هذا مترو، هذا شحال هذا بنادم تيتقدى. دابا انا خصني ندبر على شي بلاصه في الرياح واحد اليومين، هلاو good afternoon. الدنيا نقية وواعرة تتبان، هي داكشي المدينة فوق الصخر كاملة جات على هاد الشكل هذا. اوه راه على الديور هنايا في هاد اللوينات هادو، حتى واحد المنظر زوين. واش بان لكم نيوزيلندا ولا ماشي نيوزيلندا؟ هادي هذا سايموت تبيع الماتريال تاع لي فيلو والبريكولاج. هلا هاو ار يو؟ اوه اكتشفت هاد البلاصة هادي، بالي غادي يكون فيها شي منظر واعر هربان. الساحة هنا يا شي حاجة بزاف. متخاش بهاد البلاصة هادي مقادة، فيها الطويبلات، كاينين حتى طويبلات ليها في هاد القنطرة هادي تدخل، كاينين طويبلات تمايا، وعندك هاد المنظر الجبال مع البحر، داكشي بزاف. هيا واحد الطويبلة عاوتاني هنايا خاوية. هاد البحر هادا وكيتبان واحد اللوين فيه، يا سلام باين شبعان حوت هنايا ديال سبيلينغ، ديال سبيلينغ ديال الترياس هاد البلاصة هادي. اوه يا سلام يا سلام. فدابا غادي نمشي نشوف واحد الكومبينغ كاين القدام، نشوفو كدير لعجبني، غادي نريح فيه واحد النهار ومن بعد نكمل الطريق ديالي. هانتا شوف علاش قلت لكم نيوزيلندا، هانتوما الحجر وسط الحجر، الناس بانين الديور ديالهم والبحر،
مخلط واحد المنظر زوين زوين بزاف. هاد الديور هذا شو تبارك الله تطلعوا على هاد المنظر هذا. تفك الصباح تحل الشرجم يبان لك هاد المنظر هذا. او يا سلام يطول لك العمر. هاد الكومبينغ هذا جا في القمقوم، جا في الراس، وسميتو شارك ايلاند، يعني جزيرة القرش هي السمية ديالو. كومبينغ؟ يس. اوكي. كان اي هاف انفورميشن هير اور ذير؟ هير. اوكي. اي هاف ماي تانت، اي وانا كامب ذير فور وان اور تو نايت. وان اور تو نايت، ويل ات بي تو نايت اور وان نايت؟ وان. وان اور تو نايت. I will okay. see. Hello. You can just go and have a look for place to stay. Please, okay. Yeah. Okay. And then you come back, then you pay for the first night. At the camping, هذا شوية غالي. فالثمن ديالو $300. $300 هي تقريبا جات واحد 170 درهم لليلة. أنا لقيت واحد آخر غير ب 65 درهم. ماشي بحال هذا، هذا زوين تبارك الله واعر. شوفوا معايا هالطبيعة هذه هنايا كبيرة، وهذا المنظر هذا شي حاجة. شي حاجة بزاف الحياة. هنايا الفوق دايرين الطويبلات فين بنادم يقدر يريح، وعندك هذا المنظر بحال هكا. قعدوا هما اللي تشوفوا هنايا، هادو بلايص ديال الكومبينغ نورمالمون راه فيهم الضوء وفيهم الماء. هاد البلايص هادو كاملين. فقررت غادي نخلي البسكليطه ديالي، راهي خليتها للأرض، ونهود على رجليا نتسارى في هاد الكومبينغ هذا. بعدا راه ما منعوكش من الدخول، قالوا لي دخل تسارى مع راسك شوف الدنيا كي دايره صافي. وعاده قال لك لا لا بغيتي، قال لك جي خلص، قال لك ما نقدروش نقصوا لك حيتاش الشاف ديالها الباترون ما كايناش هنايا، كاينه في ما عرفت فين في مدينه اخرى، ما كايناش في لودوريد. وقالت لي 300 هو اخر ثمن. شي حاجه زوينه بزاف، شي حاجه زوينه بزاف. فوق ما هاي، فوق ما تتعوم، فوق ما تتعوم هنايا. متاكد انا كاين الحوت هنايا، تجيبها شويه ديال الطعمه صافي وشي سبيب وتلوح غير قريب تضرب البياس، تضرب حوت هنايا في هذه البلاصه هذه. موجود موجود اصلا ناميبيا بلاد تاع الحوت، وهاد البلاصه هذه باينه فيها الغرق وكاين الصخر، البلاصه ديال الحوت هذه. والكومبينغ عندهم خاوي، واحد الكرفان هذيك تكون جراها طوموبيل، حاطين الكرفان ديالهم هنايا وهزين الطوموبيله ومشاو تيتساراو. منظر تبارك الله، هذا المنظر هذا. عندك هاد البلايص هادو تاهما تقدر تعوم فيهم، ناضين باين فيهم الفوندو، تقدر تعوم مخيره هنايا. تصور معايا وما كاينش شي روكان ولا شي قرش. وهذيك البلاصه اللي هي المرصى، هذيك هي المرصى ديالهم. هنا بان لي دايرين هاد ستوري اوف ذا ناماس اوفر هيرو. دوش تواليت نورمال سبحان الله. كولا كومبينغ وكيفاش، ملي كنت في هانتيز بي حتى هي مدينه على البحر، حتى هي بحال هكا، وكان فيها واحد الكومبينغ واعر لعقلتو كنت ريحت فيه 3 ايام. 3 ايام خلصت فيها 300،
300، يعني محسوب لي ب 100 الليله، وبلاصه واعره، وعندك كولا اون بلاسمون، كولا بلاصه داير فيها لاطونت ديالك، عندك الدوش خاص ديالك والكوزينه خاصه ديالك. هنا اصلا دابا كاع هادو اللي يبانوا لي هنايا الداخل غير دوك الاليمان، غير الاليمان ولي روتريتي تجيهم عادي 300، ماشي شي حاجه كثيره. اما بالنسبه ليا فغادي نمشي نشوف شي بلاصه مرخص. لقيت عنده هذا النوار، هذا النوار هذا عندنا في المغرب، كان عندنا في السطح زارعينو تتزرعو الوالده عزيز عليها، وتلقاو لها التحيه للوالده من هذا المنبر. بعد ما زرتو معايا الكومبينغ الاول اللي فيه منظر واعر على البحر وداكشي زوين، فجيت الكومبينغ الثاني اللي هو يا بنص ثمن، هذاك ب 300، هذا ب 160، يعني تقريبا 160 ناميبيان هي 80 درهم. يلا نزورو ونكتشفو. هذا تيتسمى جيست هاوس، بحال شكل الدار، وصراحه بحال شكل الدار ملي دخلت ليه بحال في دارنا، واخا ما يوصلش المقام ديال دارنا بالطبع. شوفوا هنايا دايرين هاد البيوت هادو ولا هاد الديور هادو على شكل لا كابين، على شكل هذيك تاع القبطان تاع السفينه، وعلى هاد الشكل هذا. شوفوا هادي حتى هي كي دايره، على شكل قبطان سفينه. هادو دابا بيوتها تيتكراو دي شومبر، هادي حتى هي على هاد الشكل هذا زوينة، بهاد الشجيرة بريريكا بحال هكا تتكرا، تتكرا ب 300، وعادة تجي وتدخل للجيست هاوس ولا تدخل للدار. هو هذا، هو هذا الجيست هاوس. فأول حاجة غادي نوريكم البلاصة اللي درت فيها لاطونت ديالي، هاهي لاطونت ديالي درتها هنايا فهاد البلايصة هادي. كاين هنا بحال شكل سطح ولا اسباس. هنايا كاينه اول حاجه طواليت الاولى ودوش كذلك، هذا على برا اكستيريور. بقيت هنا تصبر في حوايجي، يلاه بديت درت تقاشر باقي ما كملتش. هذه بلاصه تريح فيها بحال هكا، هنا يلا ريحت تغديت هنايا صافي تنقرا شويه. هنايا بلاصه تنصبر فيها حوايج ديالي باقي ما كملتهمش صافي، تجي تدخل للدار من هنا غير تتلقى دوش. شوفوا هاد الدوش هذا كي داير، هذاك الشيء نقي وزوين، الماء بحال حاشاكم تا هو نقي وزوين. تجي داخل مع الدار، داك الشيء فيه الديكورات، تجي على يدك اليسار كوزينه، هنايا كوزينه ديالك، جيب اللي بغيتي طياب، عندك الميكرووند، عندك البوطه، عندك طبيسلات، عندك هذاك الشيء اللي غادي تحتاجو باش طيب فيه، عندك صالة مونجي بغيتي تاكل لداخل بغيتي تاكل على برا. هذا الصالون، مرحبا بكم في الصالون. وهذا بحال دابا هنايا الناس اللي كاينين لي شومبر هنايا كثار، وخا بان ليا حاليا رخاوي ما فيه حتى واحد، فيه غير هنايا مي تيجيو الناس، تقدر تجي تريح هنايا، تشعل التلفازة. فكرت هذيك التلفازة بهذوك التلفازات الاولين، مازال باقا عندنا وحدة في الدار بحال داك الشكل كبيرة. هنايا بعد المعلومات الويفي هو الكود ديال الويفي، وبعد معلومات على المنطقة هنايا. زوين هاد البلاصة، تجي تحس بواحد الراحة ملي تدخل تريح هنايا، فغادي نجي ندخل نريح هنايا واحد شوية، نخدم شي فيديوهات باش تحس بداك التغيير، بأنك راه ماشي ديما في لاطونت وماشي ديما. صراحة أنا شخصيا عجبني هنا بزاف على البلاصة الأخرى اللي غادي ندير غير الخيمة ويبقى يضرب فيا البرد وما كاين حتى شي حاجة من هادشي كامل تمايا، فهنايا أحسن بزاف. هادي الريسبسيون، تتكون السيدة هنايا في الريسبسيون. فعطوني الرأي ديالكم، اين البلاصة اللي عجبتكم تانتوما يا كتر؟ واش ديك البلاصة اللي على البحر، ولا هاد البلاصة هادي اللي بحال الدار؟ كون كنتو في بلاصتي اش من بلاصة غادي تعزلو؟ كتبوها وخليوها ليا في كومنتير.
فالجست هاوس اللي ريحت فيه هو غير هنايا جوج خطوات على السنتر، وهذيك الساحه الكبيره اللي كنت وريتكم في الاول انا عاود رجعت ليها دابا باش نريح فيها ترونكيل بلا فيلو بلا والو، ونشوف فيها الغروب ديال الشمس. عجبني هذا الشجر هذا ترونكيل الدنيا هنايا. هي على ما فهمت بان لي هاد كاينه شي بلاصه هنايا فيها هاد لي بانغوان، دابا تيبداو المنطقه ديالهم تتبدا من هنايا حتى جنوب افريقيا البحوره فيهم لي بانغوان، ولكن تنظن كاينين القدام في شي بلاصه لهيها ما عرفتش بالضبط فين. نقدر غدا نمشي مع واحد البيست على هاد الشكل هذا، ها هو واحد البينغوين. داكشي واعر عاوتاني تمشى على هاد البلاصه هادي مصايبه مزيانه، داكشي نقي. هو هذاك هاد البلايصه هادي swimming is not allowed this area، قالك ممنوع السباحه هنايا. هذا دابا من هنايا جي تهبط ديريكتومون تهز الباطو ديالك وتمشي مع راسك تارة. وهنايا دايرين هاد الكريسي هذا تريحه واعره ديال بصح، نريح شويه ارتاح هنايا نشوف الغروب نخدم شويه نستمتع بهاد الراحه هادي، بقاش من بعد ان شاء الله عاوتاني البيست وما بقاش ليا بزاف جنوب افريقيا، فانا ناميبيا بلاد امنه ديال بصح، ما خليت فين مشيت الامن والامان وزوينه بزاف عجباتني هنايا، يعني من احسن الدول اللي شفت هنايا في افريق. جنوب افريقيا ان شاء الله ما بقاش ليها بزاف، ما بقاش ليا بزاف الحدود، غادي نمشي لواحد المضايق لي كانيون كاينين هنايا، ومن تما غادي نشد لواحد البيست غادي نمشي على واحد لي فرونتيير حدا البحر، غادي نزيد نطول الطريق باش نهود لتحت. صراحه بغيت نبروفيتي ماكسيموم هنايا من ناميبيا على قبل هاد الراحه والامن والامان. جنوب افريقيا ما نظنش غادي يكون فيها هاد الفري كومبينغ ولا كومبينغ سوفاج، يعني تمشي تخيم في اي بلاصه خلويه بحال هكا، لقاش شويه الامن فيها ناقص وفيها العصابات وكل شيء تيقولها وكل شيء تيقولها ويعاودها، يعني خاصني نتوخى الحذر وناخذ الاحتياطات ديالي ونعرف شنو تندير، وان شاء الله يكون الخير. او ما شفتوا هاد الدار هادي اللي هنايا، الدار هادي هي الجيست هاوس هي اللي مريح فيها. هاي هنايا خاصني نخرج نطلع هاد الدروج هادو ونطلع واحد الدروج اخرين صافي وانا يوصلت. وجدوا العشيوه ديالنا، ها هي تتوجد في الكوزينه ناضي كناضي. واليوم هاد العشيه هادي جابوا لهاد الجيست هاوس وشاف لي داير لاطونت على برا ويقول لي ما تبقاش على برا دير لاطونت، هو عطاني شومبا. تقديت اليوم واحد الحيمات برغم واحد ستيك مرة برا مشيت تكون بحال هكا في المدينة مزيان تهلط في الحالة، من بعد عاود تاني جاية غير البيست. هادو واحد الجوج تا هما ساكنين هنايا بان لي باغيين يطيبو تا همايا من قبيلة، وانا تنتسنى كانوا شي وحدين تيطيبو هنايا خدامين تا هما يتسناو نوبتهم مولي نوبة. You want to cook, my brother? Yeah. Okay, we need to cook now. I think it's not working. Hmm? No, 5 minutes I finish. Oh, 5 minutes. Come on, can I wait here? 5 minutes I finish. Okay.
وكالعادة حقكم في الجنة وسمحوا لي بزاف بحال ديما.